هاجي لحضرتك وهو فهم برضو بدأ مع الجماعات اللي هي متمسكة بالسلف. حتى هذه اللحظة بتبقى ماشي تلاقي الناس لابسة جلابية قصيرة، تلاقي الناس عاملة دقنها بشكل معين، تلاقيه ماشي حاطط السواك في جيبه، ويعتبر انه تمسكه ده قوة ايمان، وانه اللي ما بيعملوش هذه المظاهر يعني هم بعيدين عن الدين او بعيدين عن الاسلام. يعني حضرتك هنا قلت لنا في الثابت هو المعنى، لكن الأداة متحولة او متغيرة، لكن دول موجودين بيننا الان. هذا لا علاقة له بجوهرية الاسلام. يعني جوهر الدين هذا الشكل الظاهري. اولا اللباس عموما الدين ملوش دخل فيه. دي عادة تخضع لكل زمان ولكل مكان ولكل بيئة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شكل الزي ده انما النبي نهاك عن الخيلاء، نهاك عن الكبر، انما قال كل واشرب ما شئت من غير اسراف ولا خيلاء، البس ما شئت وكل ما شئت من غير اسراف ولا خيلاء. يبقى هنا الكلام انه اللباس يدخل الشرع فيه لما يكون فيه خيلاء، لما يكون في اسراف، لما يكون في كبر. ما عدا ذلك الاسلام ملوش علاقه باللباس. يعني النبي لبس لباس معين عليه الصلاه والسلام، هذه عادته. ونحن الان نلبس لباس معين، هذه عاده. علماء الازهر يلبسون هذا اللباس، هذه عاده من قديم. فلا دخل للاسلام. هو ليس لانه بعض الناس يطلقوا عليه مولانا ايه انه الزي الديني. لا هذا غلط. يعني لا حتى يقينوا ده زي عرفي خاص. يعني ده تعارف علماء الازهر على هذا الزي، تعارف ضباط الشرطه على زي معين، تعارف ضباط الجيش وجنود الجيش على لبس معين. اللبس من العادات وليس من العبادات. لا علاقه للاسلام بهذا اللبس ابدا. فكونك انك انت تقول لي قوه الايمان، اولا الايمان تصديق، والتصديق عمل قلبي. فقوة الإيمان في تصديقك بأركان الإسلام في داخلك. ما هو بس أحيانا يحتاج يقول لك إنه ما وقر في القلب وصدقه العمل، فهو بيعتبر إن ده عمل، هو بيتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هؤلاء موجودين. يعني إحنا لا نتحدث عن خيال أو عن ناس مش موجودة أو عن إنه كان ده موجود في فترة وخلص، لا يزال موجود حتى الآن. وحتى يعتبروا انه الاختراعات الحديثه او الى اخره، او حتى الدوله يعني يعتبروا الدوله وظائفها، وكثير منهم يقول ذلك. فهنا انا بتكلم على مخالفه هذا الهدي القراني، انه في ثابت في المعنى ومتحول في الفعل او الاداه. هم بعيد عن الحكايه دي تماما. القران يقول الذين امنوا وعملوا الصالحات. العلماء النحو بيقولوا العطف يقتضي المغايره. يبقى في تغاير بين العمل وبين الايمان. الايمان تصديق. ولذلك عند اهل السنه، وده اللي يؤيده القران والحديث، ان الانسان لو امن ولم يعمل وهو مؤمن بالله ومؤمن بالرسول ومؤمن باركان الدين، هو ليس بكافر. ولا تستطيع ان تنفع عنه الايمان. انما تستطيع ان تقول هو ناقص الايمان. فالعمل شرط كمال في الايمان. وليس مش شرط الايمان، مش شرط في الايمان، شرط كمال الايمان. كمال الايمان لكي تكون مؤمنا كاملا ان تعمل. طيب اجي بقى الذين امنوا وعملوا الصالحات. ما عمل الصالحات؟ اللي عمل الصالحات الطبيب في مشفاه، الصيدلاني في صيدليته، الفلاح في حقله. كل عمل أنت تنفع به البشرية وتسعد به الناس عمل صالح.